وشاب عجبته بنت زي القمر، راح لوالده قال له يا ابويا انا هموت ان انا اتجوز واحده، قال له تعالى يا ابني من عينيا الاثنين. ابوه راح يتقدم له البنت، بعد ما خرجوا قال له ايه رايك يا والدي؟ قال له رايي في ايه؟ قال له رايك في العروسه اللي انا اتقدمت لها؟ قال له عروسه ايه؟ قال له البنت دي. قال له بنت ايه؟ انت حته شاب لا رحت ولا جيت، انت تتجوز العروسه دي؟ قال له امال ايه؟ قال له انا اللي هتجوزها، ده عروسه زي القمر. قال له تتجوزها؟ انا جايبك تتجوزها لي، تاخدها مني؟ قال له لا يمكن. قال له خلاص هروح ابلغ فيك البوليس. قال له تعالى انا وانت على البوليس. راحوا للضابط قالوا له حضره الضابط الراجل ده ابويا خدته معايا يتقدم للواحده قال انا اللي هتجوزها. قال له يا راجل حرام عليك تعمل كده مع ابنك، هاتوها عشان اشوف بقى هي هتختار مين منكم. اول ما الضابط شافها قال ايه ده، دي اللي انت وابنك هتتجوزوها؟ دي لا تتجوز واحد زيك ولا واحد زي ابنك، عايزه واحد عظيم زي التلاته. اتخانقوا كانوا هيموتوا بعض، قالوا نروح لحاكم البلد. راحوا لحاكم البلد قال لهم يا جماعه ايه يعني واحده لا راحت ولا جت، الستات سواها كتير، هاتوها وانا اشوف هي عايزه مين منكم. اول ما الحاكم شافها قال يا نهار ابيض، ده انتوا اللي تتجوزوا دي، انا اللي هتجوزها ازاي؟ قال لهم انا اللي هتجوز، لا يمكن حد يتجوزها غيري. بصت لهم قالت لهم بصوا انتوا كلكم هتموتوا عليا وانا مش عارفه اختار مين فيكم، انا هطلع اجري واللي هيحصلني منكم هو اللي هتجوزه. طلعت تجري وكله بيجري وراها، الحاكم بيجري وراها والوزير بيجري والغفير بيجري والغني بيجري والفقير بيجري والشاب بيجري والعجوز بيجري، كله بيجري وراها. فجاه لقوا حفره قاموا واقعين فيها كلهم، لقوها واقفه لهم على طرف الحفره بتبص لهم بتقول لهم انتوا عارفين الحفره دي ايه؟ دي القبر، وانتوا عارفين انا مين؟ انا الدنيا، وانتوا عارفين ان كل اللي قبلكم كانوا بيجروا ورايا ولا واحد عارف يحصلني، كله هو بيجري ورايا لقى نفسه واقع في الحفره. فجاه الناس هتموت على الدنيا، مفيش حد بيحصل الدنيا، بس خد بالك الكفن ده هو هيتلف حواليك وهتنزل تحت التراب، مش هتتسال ساعتها عن الشغل. قبل ما تتسال عن الصلاه بتاعتك عملت ايه في الصلاه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اتاني اتيان اتنين ملائكه جوله بالليل قالوا له انطلق. راحوا بيه فين؟ راحوا للمكان اللي الناس لابسه فيه اللبس ده، راحوا بيه للمقابر، راحوا يوروا له الامه دي بيحصل لها ايه تحت التراب، راحوا يوروا له النعيم اللي فوق اي نعيم والعذاب اللي فوق اي عذاب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول واذا برجل مضطجع واحد نايم واخر قائم بصخره عليه، واحد تاني واقف بصخره كبيره، واذا به يهوي بها لراسه يقوم رميها على دماغه فيسلغ راسه، خلي راسه دي عامله زي العجينه عامله زي اللحمه المفرومه، فيتدهده الحجر. ها هنا الملك يروح يجيب الحجر يرجع يلاقي صاحبنا راسه بقت سليمه تاني، يقوم ضربه تاني قال لهم ما هذا مين دول؟ قالوا له هذا الرجل ينام عن الصلاه المكتوبه.